الفرق بين اللقاء اللي فات واللقاء ده توفيق ربنا. النهارده اللعيبه جات لهم فرص حقيقيه، ما حصلش نصيب. الماتش اللي فات جات لنا فرص، في فرص ضاعت كتير. النهارده جات لنا فرص كتير لم نحقق فيها اي، يعني كان في سوء توفيق وسوء تركيز من بعض اللاعبين اللي جات لهم الفرص، ان هي فرص سهله جدا، ودي ما اقدرش نعمل فيها حاجه كجهاز. ان احنا النهارده كسبنا 6 والنهارده في فرص نفس التحقيق. المهم الجهاز الفني او المدير الفني بيوصل لعيب الجون، وبيبقى في تكتيك معين، انه في كثافه هجوميه وفي تنظيم، هو ده اللي انا قادر اعمله. حته التوفيق عدم التوفيق، حته اللعيب اللي ضيع فرص، دي كلها اخطاء نعالجها، لكن ما اقدرش اعمل فيها حاجه اكتر من كده. الاداء في توازن، فريق الشرطه في موقف دفاعي طول المباراه، وفرصنا احنا كتير في اي وقت. لو التحفظ على المؤتمر الصحفي، التحفظ ان انا الماتش اللي فات انا حضرت كمدير فني، والمدير الفني لفريق الجيش ما حضرش، والمراقب ما علقش. النهارده المدرب العام بتاع نادي الزمالك رايح يعني يحضر المؤتمر، قالوا لا ممنوع المدرب العام يحضر. طب ما ده اللي حصل ماتش الجيش، اشمعنى ان احنا ولازم المدير الفني بتاع نادي الزمالك هو اللي يحضر لوحده؟ بس احنا حضرنا في ماتش الجيش النهارده، والماتش والمدير الفني بتاع الجيش ما حضرش الماتش اللي فات. فالنهارده فوجئنا ان هو قال لك لا لازم المدير الفني يحضر، فحضرت عشان في النهايه عايزين يبقى اللوائح تبقى على الجميع. راضي عن محمود البنا حكم المباراه ولا ليك تحفظ؟ وارد الحكام يخطا، بس في اخطاء مؤثره، والاخطاء المؤثره دي ممكن تاثر في الموسم على كل الفرق، سواء الفريق اللي بيلعب على بطوله او الفريق اللي نزل. لكن انا كواحد مهمني مصلحه كره القدم في مصر، ان شاء الله ان احنا نساند الحكام ويكونوا في احسن مستوى ان شاء الله. كل كره القدم بتقبل كل النتائج، كل الفرق دعمت لاعبيها بالنجوم، وده بيقول ان الزمالك والاهلي وكل الانديه هتخسر نقاط. كلامي صح ولا انت ليك تعليق تاني؟ الفرقه اللي بتاخد دوري خسرت ولا ما خسرتش وبتتعادل؟ وفي النهايه لما يعني لما تجيب اي فريق في العالم كسب دوري يقول لك خسر كام ماتش، ماتشين ثلاثه، تعادل كام ماتش، وفي النهايه كسب الدوري. فانت في تعادل وخساره فيها كل حاجه. اتكلمت عن المستشار مرتضى منصور، كان ليه تصريح واضح معانا مع كابتن شوبير، قال لو حسام حسن حتى الفريق نزل درجه ثانيه هو مكمل مع الفريق لنهايه الموسم. الاستاذ مرتضى طبعا رئيس النادي، وهو راجل هو مجلس الاداره، الناس اكيد عندها درايه كويسه جدا بكره القدم، وناس محترمه. وفي نفس الوقت انا ما عنديش مشكله في اي حاجه، يعني انا طالما بعمل عليا، وطالما نادي الزمالك بيلعب كره محترمه وكره نظيفه وبيوصل للجون، انا ما عنديش مشكله. ورئيس النادي واي رئيس نادي في العالم ليه الحريه ان هو يساند الجهاز ان هو يكمل او ما يكملش في اي، مش انا عليا بتكلم عموما، انا ما عنديش مشكله خالص. انا يعني الحمد لله مدرب، دربت على مستوى خارج مصر كمنتخبات، واعرف كره القدم عناصرها ايه وظروفها ايه. وعندنا مجلس اداره محترم، الاستاذ مرتضى منصور او اي رئيس نادي في العالم له مطلق الحريه في اي حاجه. تنصح منتخب مصر بايه في مباراه بوتسوانا اللي جايه؟ اكيد انا ما اقدرش اقول، مدير فني المنتخب عنده امكانيات كبيره اكيد، والجهاز، وان هم قادرين ان هم يشتغلوا، مش مستنيين مننا كلام. لكن احنا كل اللي انا بقوله ان انا بقدم له لعيبه من عندي، وكل النادي بيقدم لعيبه، وهو عليه الاختيار وهو عليه استغلال الامكانيات اللي موجوده. بالنسبه لشيكابالا الان تنصحه بايه وهو مش موجود في نادي ولسه في مشاكل ما بينه وبين سبورتنج لشبونه؟ شيكابالا من احسن اللعيبه اللي جت في مصر، وان شاء الله يشتغل في نادي او يرجع تاني ناديه. جمهور الزمالك راضي، انا عارف راضي على الاداء، وفي نفس الوقت هم شايفين ان الفرص ما ينفعش حد يضيعها. واتمنى ان شاء الله ان جمهور الزمالك زي ما هو فاهم كوره ومساندنا، اتمنى ان الاعلام يقول اللي شاف، يعني شاف ان الفرقه ادت في فرص ضايعه، دي مش بتاعتنا.